السلام عليكم. كنتمنى من كل قلبي هاد الفيديو يلقاكم وانتم في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه، على تعاليقكم الجميله والطيبه. الله يحفظكم والله يجازيكم عني بالف خير. اليوم فيديو جديد مع سعاد تي في. غادي نقترح عليكم خبز يومي او بريوش يومي رائع جدا، سهل التحضير، ممكن تقدموه للفطور والغوتي. كيجي رائع بمعنى الكلمة، اقتصادي وسهل التحضير. كنتمنى من كل قلبي أنكم تتبعوا معايا، تعرفوا على المكونات وعلى طريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله، وكيف ما تعودنا دائما مكونات جد بسيطة. غادي نحتاجوا رشة من الملح، ملعقة كبيرة مملوءة من الزبدة ما يعادل 40 غرام، ملعقة كبيرة من الخميرة ما يعادل 10 غرام، ملعقة كبيرة من السكر ما يعادل 15 غرام، الحليب عندي هنا 250 مللتر، وغادي نزيد واحد الكمية قليلة، غادي نحتاجو كأسين إلا ربع ما يعادل 290 مللتر. غادي أيضا نحتاجو الدقيق 4 ديال الكؤوس، فالحليب دائما غادي يكون على حساب الدقيق واش كيتشرب ولا لا. غادي تشوفوا معايا القوام في كسرونه. غادي نوضع الحليب، غادي نوضع الزبده، ملعقه من الزبده، فبالنسبه للزبده اي نوع ديال الزبده متوفر عندكم. وفي اناء غادي نوضع 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق ما يعادل 400 غرام، ملعقه من الخميره ما يعادل 10 غرام، السكر ما يعادل 15 غرام، ممكن تنقصوا ممكن تستغناو على السكر، رشه من الملح. غادي نخلط النواشف مع بعض، فانا غادي نعجن في العجانه، لهذا جمعت كلشي في هذا البول. فمن بعد ما ذابت الزبده ضفتها على النواشف اللي هما هي الدقيق وباقي المكونات، وغادي نعجن. فبالنسبه للعجينه فالحليب غادي تردوا معاه البال لان كل دقيق وكيفاش، فانا غادي نحتاج نضيف الحليب شيئا فشيئا. فتقريبا 290 مللتر، قياس ديال كاسين الا ربع او زيد واحد شويه على حساب الدقيق ديالكم. فسواء عجنتوا بالعجانه ولا باليد ديالكم النتيجه غادي تكون واحده. فالعجينة القوام ديالها خصو يكون رطب وكيلتصق باليد، اثقل من العجينة ديال السفنج بواحد شوية. فالعجينة من بعد ما كتجمع لينا كيكون هذا قوامها، يعني عجينة اللي كتلتصق باليد. حتى اذا عجنتو باليد ديالكم غادي تكون كتلتصق باليد، واخا تخلطو غير بملعقة خشبية باش هكا ما تلصق لكمش في يداكم. كيف عارفين يعني العجينه اللي كيكون هكا قوامها خفيف كتكون تلتصق باليد. دابا غادي نجمعها ونغطيها في هذا البول ونخليها ان شاء الله حتى يتضاعف الحجم ديالها. بعد ما كيتضاعف الحجم ديال العجينه كيصبح بهذا الشكل، غادي نفرغوا منه الهواء، ولكن ما نبالغوش، غير بشويه بشويه باش العجينه تبقى لنا مرخوفه وطلقه راسها. غادي نرشوا شويه ديال الدقيق على سطح العمل، الكميه قليله ما تكتروش بزاف في التشكيل ديال هذا البريوش، ما تكتروش بزاف الدقيق باش العجينه تبقى محافظه على الطراوه ديالها وما تقصح لكمش. فغادي نقسم العجينه على جوج، كويره غادي تكون بحجم شويه كبير وكويره بحجم صغير على حساب المول ديال الطوست اللي عندكم. فانا عندي واحد صغر من واحد، غادي ندير جوج، فماشي مشكل. هاد العجينه هادي ممكن ديروها كلها في مول واحد اذا بغيتو يجيكم الطوست كبير. انا بغيتو يجيني هكا يعني صغيورين. غادي ندير جوج مولات، غادي نغطي على هاد الكويرات باش يرتاحوا ليا على ما بد ما نحضر او نجهز المولات. غادي ندهن المولات جيدا بالزبده من الجوانب. بالنسبه للليمول هادو غير المتوسطين ماشي الكبارين، فاذا كان عندكم مول كبير ديال الطست غير العجينه كلها غادي تجيكم
يعني في مول واحد، فغادي نفرش هكا في الاسفل الورق، ماشي مشكل، واخا دهنو غير بالزبده فما غاديش يلصق نهائيا. الطوست ديالكم وغيتحيد بكل سهوله. بنفس الشكل دهنت المول الثاني، غادي نخليهم على جنب ونشكلوا العجين ديالنا. غادي ناخذ الكويره الاولى، غادي نحاول هكا نقرصها حتى نشكلها مربع، ما تقرصوهاش بشكل دائري، مربع، حاولوا هكا تخرجوا من العجينه الجوانب بيديكم، وعاد هكا تطلقوا بالمطلق. نحاولوا نجيبوا العجينه على شكل مربع او مستطيل، يعني الجوانب يكونوا مقادين باش ما تجيناش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه. طلقت بهذا الشكل، يعني العجينه مستطيله الجوانب مربعين. غادي نطلق بالقياس ديال المول باش ما تجينيش العجينه طويله من المول. من بعد ما طلقت بهذا الشكل غادي نبدا نلوي العجينه، فكنلوي ونحاول نلصق، واللويات يكونوا مزيرين باش ما يجيكمش الفراغ داخل هذه العجينه. كنلوي وكنحاول نمشي متساويه، والجهه اللي لويتها كنحاول هكا نلصقها، وفي الطليق ما تكتروش الدقيق بزاف باش حتى فاش تلوي وكتجي العجينه لاصقه مع بعضها. غادي نزير هكا القنط الاخير، غادي نرولي العجين شويه باش ياخذ ليا القياس متساوي، وغادي ننزل العجينه في المول. كنقدها مزيان وغادي نخليها على جنب ونشكلوا الكويره الثانيه. في العجينه الثانيه ضروري كنخليوها مغطيه باش ما كتنشفناش على الوجه ودير لينا واحد القشره اللي هي قاسحه. ضروري دائما العجينه ديالكم غطيوها باش ما تنشفش. وغادي نقرصوها ونطلقوها بنفس الشكل، في الاول باليد ديالنا حتى نشكلوها هكا مربعه، ومن بعد نطلقوا بالدلك حتى نشكلوا عجينه مستطيله كيف ما موضح في الصوره. العجينه ما تطلقوهاش بزاف وما تغلطوهاش بزاف، خليو القياس ديال واحد السنتيم. كنبداو نلويو، وفاش تلويو ضغطوا بالاصابع ديالكم قليلا باش تلصق العجينه مزيان مزيان وما يبقى لنا شي الفراغ في الداخل ديالها. حاولوا تلويو مزير، وضروري العرض ديال هاد العجين يكون قد المول باش العجينه تجيكم نيشان مع المول، ما تجيش كبيره. من بعد ما كنلويو العجين كامل كنقاد الرولو ديالي مزيان، كنوضعو في المول، كنقادو جيدا. من بعد كنغطي على ليمول، غادي نغطي بالسلوفان، ومن بعد غادي نغطي بقطعه من الثوب، وغادي نخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم ان شاء الله، عاد نطيبوهم. من بعد ما كيتضاعف الحجم ديالهم كيصبحوا بهذا الشكل. فبالنسبه للمده ديال الاختمار يعني ما كيتعطلوش، ولكن الجو كيلعب دور كبير. اذا كان الجو في المطبخ سخون او لا دافئ فبسرعه كيختمروا، اذا كان الجو بارد فراكو عارفين ضروري ما كيتعطلوا واحد شويه. فغادي ناخذ الحليب وغادي ندهن الوجه جيدا، ممكن تدهنوا بالبيض كما ممكن بالحليب، فانا نفضل دهنوا غير بالحليب. اذا ما بغيتوش تدهنوا بالحليب غير الماء، وغادي تدهنوا الوجه بشكل جيد. غادي ندهن بشكل جيد من الوجه ومن الجوانب، وغادي نرش السمسم. فالزنجلان او السمسم دائما تزينوا باش ما بغيتوا وباش ما حبيتوا، فانا كنفضل الزنجلان على السانوج، ما يعني ما كنبغيهش بزاف، لهذا زينت بالزنجلان، ودائما كنفضلوه هو في التزيين. فغادي نرش واحد الرشيشه خفاف من الوسط ومن الجوانب، وغادي ان شاء الله ندخلوهم الفران اللي مشعول من الاسفل، نار مهيله حتى كيطيبوا لنا ويتحمروا من الجوانب، بعد كنحمروهم على الوجه. اذا كان عندكم الفران ديال
كهربائي او لكي تعطل باش غادي يسخن، سخنوه من قبل بواحد 5 دقائق، وعاد حطوا الليمول ديالكم في الفرن ويكون مشعول غير من الاسفل. الحرارة تكون هكاك واحد 180 درجة. بالنسبة للفران ديال الغاز، حطوا الفران بارد لان الفران ديال الغاز فبسرعة كيسخن. الخبز ديالنا من بعد ما كنخرجوه كيكون بهذا الشكل، فهنا باقي سخن، ما كيلتصق ما حتى شي حاجه، كيجي خفيف بزاف بزاف بحال الريشه. كي كتشوفوا ما شاء الله الحجم ديالهم كيتضاعف. دابا ما غاديش نقطعهم هما سخن، غادي ندير عليهم واحد المنديل وغادي نخليهم هكاك، ما يعني كل ما بقاو حسن ما كرهوش يباتوا ليله كامله. لكن اذا بغيتوا تقدموهم هما راطبين فخليهم غير يفقدوا الحراره وقدموهم بالصحه والراحه. الكمية اللي عطيتكم اما كتخرج لكم طست كبير او لها كجو صغار، فتاكلوا منه في النهار ويبقى لكم، وتعودوا تسخنوه هكا يعني تسخنوه كيبقى كيجي زوين بزاف وكيجي رائع، بالخصوص هكا يعني يبقى 3 ايام 4 ايام اسبوع وتسخنوه كيجي رائع جدا، كتجي فيه واحد القرمشة اللي زوينة تماما بحال الطست اللي كنشريو. فبهذا الشكل كيجي من الداخل كيجي مفشفش، كيجي مهوي وكيجي خفيف بزاف 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 بزاف. ف يعني كنتمنى انه يكون واضح لكم. فالحجم ديالو واخا صغير كيجي هو هذاك، كيجي حليلو. فاذا عندكم المول كبير غادي ديروا العجينه كلها في مول واحد وغادي يجيكم ما شاء الله كبير. فهذا هو الشكل ديال الخبز ديالنا، غادي ندهنو معكم تشوفوا كيفاش كيجي مدهون. فدهنوه باش ما بغيتو، باش ما حبيتو تقدموه معاش ما بغيتو، غادي يعجبكم ان شاء الله. والطريقه كيف ما شفتو سهله وما تعجزكمش نهائيا. فهذا من الطست الثاني، يعني حاولت نقطع لكم باش تشوفوا الاحجام بجوج. غادي ندهنوا بشويه ديال المربى تشوفوا كيفاش كيتدهن، فكيتدهن بكل سهوله ما كيتفرتت ما والو، كيجي رائع بمعنى الكلمه. كنتمنى من كل قلبي هذا الاقتراح يكون عجبكم وتجربوه، حيت فعلا كيستحق التجربه، طريقه بسيطه وسهله. كنتمنى لكم دائما وابدا دوام الصحه والعافيه. استودعكم الله، دمتم في رعايه الرحمن.